وننصحهم أيضا في الحرص على النطق باللغة العربية. اللغة العربية هي لغة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولغة القرآن ولغة القرآن، فننصحهم أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم النافع وفي تعلم اللغة العربية، كما أننا ننصحهم أن يجتهدوا مع أبنائهم وأن يحرصوا على تعليم أبنائهم. وتلكم الدعايات الموجودة في أمريكا وفي غير أمريكا من ماذا؟ المحارشة بين الأبيض والأسود، دعايات جاهلية. أنت مسلم، أخوك مسلم سواء كان أبيض أم كان أسود. نعم، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخو المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وإن استطاعوا أن يرحلوا إلى العلماء فالغربة تساعد على طلب العلم. أسأل الله العظيم أن يحفظنا وإياهم وأن يدفع عنا وعنهم كل سوء مكروه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياهم في الدين، والحمد لله رب العالمين.